النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بهذا اليوم الثلاثاء، وهي تستعرض حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، وكما نعلم هي مصورة ومسجلة من المنزل. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس خلال الفترة القادمة. توقعات بأن يطرأ المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، بحيث تقل عن معدلات الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام بين 3 إلى 4 درجات مئوية، وبالتالي تسود أجواء مائلة للبرودة نهارا في المرتفعات الجبلية، في حين تكون ربيعية لطيفة في باقي مناطق المملكة، على أن تكون الأجواء باردة ورطبة مع ساعات الليل في مختلف مناطق المملكة بمشيئة الله. مع نهاية الأسبوع الجاري نتيجة تواجد مرتفع جوي في جنوب القارة الأوروبية وشمال القارة الأفريقية، توقع أن تندفع كتلة هوائية باردة نحو المنطقة، وبالتالي توقعات بتشكل منخفض جوي سيتخذ من غرب الأراضي السورية مركزا له، وبالتالي تأثير لهذا المنخفض الجوي على شكل امتداد نحو المملكة مترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة، وبالتالي المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وتحول الأجواء إلى باردة، مع فرصة لهطول الأمطار في أكثر من مناسبة بمشيئة الله في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة لدينا وهنا في طقس العرب. نلاحظ معكم مع ساعات صباح هذا اليوم الثلاثاء الظهور تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية، لكن مع ساعات النهار تحركت هذه السحب بعيدا نحو الشرق، في حين ظهرت بعض السحب المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة. ننتقل معكم الآن لمشاهدة خرائط توقعات درجات الحرارة في طبقات الجو المنخفضة خلال الأيام القليلة القادمة. نلاحظ معكم هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من هذا اليوم الثلاثاء، بحيث تقل تدريجيا عن معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام خلال اليومين القادمين، لكن نلاحظ معكم الانخفاض الأكبر المتوقع في درجات حارة خلال يوم الجمعة القادم بالتزامن مع بدء تأثير هذا المنخفض الجوي على شكل امتداد مترافق أيضا بكتلة هوائية باردة ورطبة. لاحظوا معي هذه الألوان الخضراء والتي تدل على انخفاض درجات الحارة بشكل واضح مقارنة باليوم الثلاثاء على سبيل المثال. إذن انخفاضات تدريجية وملموسة متوقعة خلال الأيام القادمة تحديدا مع يوم الجمعة القادم. ننتقل معكم الآن لاستعراض حالة الطقس المتوقعة في العاصمة عمان خلال الليلة القادمة. كما تحدثنا أجواء باردة، أجواء رطبة في عموم المناطق بما فيها العاصمة عمان، مع ظهور لبعض السحب على ارتفاعات مختلفة. ننتقل معكم الآن الحديث حول حالة الطقس المتوقعة في العاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة. انخفاضات تدريجية خلال اليومين القادمين على درجات الحرارة، بحيث تقل عن معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام بين 3 إلى 4 درجات مئوية. أجواء مع ساعة النهار تميل إلى البرودة في الجبال، في حين تكون ربيعية لطيفة في باقي مناطق المملكة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، لكن مع ساعات الليل أجواء باردة ورطبة في عموم المناطق، حيث هنالك تحذيرات من تشكل الصقيع خلال الليالي القادمة في مناطق محدودة من السهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة، نظرا لتدني درجات الحرارة الصغرى في تلك المناطق ما بين حاجز 0 مئوي كذلك الحال 5 مئوية بالتزامن مع ارتفاع في نسب الرطوبة. توقعات بتأثير منخفض جوي أو امتداد منخفض جوي اعتبارا من ساعات مساء الخميس مترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة يستمر في تأثيره على المملكة حتى يوم السبت، وبالتالي انخفاض آخر متوقع الحار، بحيث تقل عن معدلاتها الاعتيادية بأكثر من 5 درجات مئوية في مثل هذا الوقت من العام، وتوقعات بهطول زخات من الأمطار في أجزاء من المنطقتين الشمالية
الشمالية والوسطى بأكثر من مناسبة بمشيئة الله تعالى. إذن كان كل ذلك لدينا هنا من طقس العرب من المنزل للقاء.